في هذا الفيديو غادي نقارنوا ما بين ستاند ديال 100 درهم وديال 1000 درهم. والحاجه الغريبه في هذا الشيء كامل هو انه في الاخر الفيديو غنوريكم واحد اللعيبه اللي كاينه في ستاند ديال 100 درهم احسن من ستاند ديال 1000 درهم. كيف ما كتسمعوا، اي واحد تيعشق المجال ديال الفن ولا الصوت ولا صناعه المحتوى يبان في كومونتير غنخلي ليه واحد القليب. ودابا ندوزو باش نبداو. بالنسبه لستاند ديال 100 درهم ولا 200 درهم، الحاجه الزوينه فيها هو انه الثمن ديالها متاح للجميع وما غاليهش بزاف واي واحد يقدر يستعملها. والحاجه الخايبه فيها الاولى هي انها صعيب انك تلقاها كتباع بوحدها، غالبا كتباع مع مايكرو، يعني الا بغيتي تشريها خاصك تشريها مع المايكرو ديالها. وبالنسبه لهاد الستاند الثانيه راه كتباع بوحدها، تقدر تشريها بوحدها ولكن الثمن ديالها طالع مقارنه مع الاخرى. يعني اول مقارنه ديال الثمن كتغلب الستاند ديال 100 درهم. ثاني مقارنه غادي نديرها هي المقارنه ديال الشكل، يعني شكون فيهم اللي كتبان زوينه في السيتوب اكثر. غنخليكم تشوفوا الاولى كيفاش كتبان في السيتوب والثانيه كيفاش كتبان في السيتوب. يعني في هاد اللعيبه هادي بيان سيغ ربحات ديال 1000 درهم. دابا غنحاول نقارن الجوده ما بين الستاند ديال بويا والستاند ديال جيميا. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، هذيك اللعيبه اللي كتلصق في الطبله ديال بويا راها غليظه بزاف، مصاوبه من واحد الحديد اللي هو غليظ وقاسح. الفرق الكبير بزاف اللي كاين ما بين هاد جوج ديال الستاند كاين في جوده ديال التصنيع. واحد الحاجه اخرى اللي عجبتني في هاد الستاند ديال بويا هي دوك الكروات مصايبين من النحاس، زوينين تعطيو واحد الشكل صفر تيبانو بحال الذهب. او ميم طون لا كارتي ديالهم صراحه عاليه بزاف وغلاظين صراحه. ديك الستاند ديال 100 درهم مقارنه بالثمن ديالها راها زوينه بزاف، ولكن فيها شي سلبيات اللي هما خايبين. نعطيكم واحد ليكزامبل اخر على شران. من اخيب الحوايج في ديك الستاند ديال 100 درهم هو داك الخيط، ما عندوش منين يدوز، كيبقى يتلوى مع بعضياته في ديك الستاند، كيعطي واحد الشكل شويه خايب انه كيبان ملوي. ومن طوق كيتزير في واحد القنت مع بعضياته، فاش كتبقى تحركها وكتبدل لها الشكل ديالها بحال هكايا كيقدر الخيط كامل يخسر لك. كيف ما طرا ليا انايا غنوريكم باش تشوف. من اكثر الحوايج اللي عجبوني في هذا الستاند ديال بويا هو انه الخيط عنده واحد البلاصه منين كيدوزوا اللعيبات، يعني الخيط ما كيتخبل ما والو، عنده واحد البلاصه منين كيدوز واحد اللعيبات غير كتحل لهم بحال هكايا وكيدوز الخيط وسطهم ديال الميكرو لعيبات بكل رياحيه، ما كاين لا يتخبل ليك لا يتقطع لا حتى شي حاجه. هذا بلان زوين. دابا واحد البلان باقي ما هضرتش فيه غادي تغلب فيه الستاند ديال 100 درهم على هادي ديال 1000 درهم، هو السرعه. انا بحكم تيكون عندي الضغط ديال الخدمه ولا تنكون زربان ولا مستريس بحال هكا، هذيك ديال 100 درهم ولفت كنحركها بحال كندير لها وكتا الدور فين ما كانت، كتمشي كدور اللعيبات هنا هنا هنا، فهمتي داك الشيء دغيا. هذه لا، هذه كل مره خاصك تفيكسيها في شي بلاصه، خاصك تزير الكروات، الا بغيتي تبدل لها البلاصه ولا شي لعيبات خاصك تعاود تحل الكروات عاد تبدل لها زعما العلو ديالها وداك الشيء. اما بالنسبه لليمن واليسر راه كدور، مي هذيك اللعيبه الاخرى صراحه برزاتني انا شي شويه لانني كنت مولف بهذيك الارم الاخرى، كانت سريعه كندير لها الرق 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 الرق، هذاك الشيء غادي. خلاصه الا كنتي مبتدئ ما عندكش تشري ستاند ب 1000 درهم، دير 100 درهم مزيانه تبدا بها اللعيبات كذا وانت غادي. انا ما عرفتش واش 100 درهم بالضبط ولا لا، مي راه متاحه في المتاجر. اما الا كنتي بغيتي المايك اللي في البيرو ديالك يبان بواحد الجماليه بحال في الراديو مثلا واللعيبات، اولا كنتي مثلا كدير بودكاست وعندك شي شيء اللي هي كبيره وبغيتي تبان زعما كاين عندك داك الشيء بروفيسيونيل واعر، راه بيان سيغ ستاند ديال 1000 درهم راه هي اللي غتليق عليك في هذه الحاله، لانها صراحه كتعطي واحد المنظر زوين من السيتوب واللعيبات. الناس اللي بغاو يعرفوا معلومات اكثر ولا يشوبيو هذا ستاند ديال بويا اللي كنت كنهضر عليه في الفيديو كامل غيلقاو لي ليان كاملين في الديسكريبسيون. والناس اللي بغاو يشريو ديك الستاند الاخرى العاديه راه متاحه، سير عند اي مول تيليفونات ولا لعيبات غادي تلقاها، ما كاين لا ديسكريبسيون لا حتى شي لعيبه. الا وصلتي لهاد البلاصه في الفيديو كتبها لي في كومونتير غنخلي لكم واحد القلب. الا ما عجبكمش الفيديو بلا ما ديروا ليه لايك، الا عجبكم عاد ديروا ليه لايك. كان معكم كابريم، تلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. بيس. دابا خصنا نصايبوا واحد المينياتور نصوروها ولعيبات. الفيديو غادي نخدرو واش غندير بهذا الشيء؟ كي غندير لهاد المينياتور هذه؟ واه عباد الله، ولا عندي الجناه واحد الايرون مان انا ولا شنو؟ او اللي في هذا الفيديو غادي نقارنوا، ناري كان ما بحال عندي شي ايد ولا في هذا الفيديو غادي نقارنوا ولا عندي جناوح.